المباراة الأولية والسيناء جمعية المستقبل دول بنصارة. برافو. نهاية الجولة الأولى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله احنا في هذه الأثناء على وشك الانتهاء وانتهينا بالأحرى من البطولة الوطنية
لأبطال تنين السلام. هذه هي البطولة عرفت حضور ومشاركة أغلب جهات المملكة الحمد لله، وكانت مباريات متنوعة لكل الفئات، انتهت بتتويج الأمثل والأفضل. نتمنى لهذا الشباب أنه يمارس الرياضة ويزيد فيها، وإحنا رهنا إشارة كل العائلات في ندعوهم للانخراط في هذه الجامعة الفتية ذات الصيت الدولي، ونتمنى للجميع هذا، ونتمنى على العائلات تشجع أولادها على الرياضة، طبعا على الرياضة وعلى التعليم ليس فقط الرياضة، ونتمنى للجميع حظ أوفر، ونتمنى مسيرة مستقبلية، ونشوفوا فيهم إن شاء الله في هذو الأبطال اللي حضروا اليوم وتوجوا، ولغيرهم اللي عنا نشوفوهم في تمثيليات دولية إن شاء الله وعالمية بحول الله تعالى. وتحياتي للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنتواجدوا بحدث مهم اللي نظمته الجامعة الملكية المغربية لتنين السلام، وصراحة جد سعيد بهذا التنظيم وبهذا الحزم اللي قامت به الجامعة والأعضاء ديالها، وكنشيد بالمستوى الرائع اللي وصلوا له الأبطال ديالنا في تنين السلام. وكان من هذا المنبر كنشكر الأولياء والآباء والحضور الكريم اللي شرفونا بالدور ديالهم والتشجيع ديالهم. بدوري ثاني كنشكر السلطات المحلية اللي تعاونت باسمي هشام جابري والتمثيلية ديالي اللي كنمثل مدينة آسفي، وكنشكر الممثلين ديالنا ديال مدينة آسفي اللي شرفونا بصراحة في هذه النهائيات ديال بطولة المغرب وأبانوا على المستوى الكبير وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا الصحافة الإلكترونية والصحافة بصفة عامة. اليوم الحمد لله كنتواجدوا بمقر قاعة المغطاة المسيرة مدينة ولد تيماء، منظمة الجامعة الملكية المغربية لرياضة تنين السلام الدفاعية بطولة وطنية، وبصفتي رئيس عصبة سوس باسا لرياضة تنين السلام الدفاعية. الحمد لله هذا شرف لنا وشرف للمدينة ديالنا وشرف للمغرب ككل باش ننظموا أول تظاهرة وطنية في هذا الحجم الكبير الحمد لله في مدينة ديال ولاد تيماء 44 هوارة، كتحتب لنا أول بصمة عندنا في المدينة والحمد لله، وعلى الصعيد الوطني والجو العام بصفة عامة الأبطال والبطلات يعني عطاو ما في الجعبة ديالهم وحققوا ما هو أهم، والحمد لله مدينة ولاد تيماء أبطال وبطلات بالمراتب الأولى على الصعيد الوطني، وحد موفق لباقي النزالات اللي غادي تكون إن شاء الله. وكنشكر من هذا المنبر جميع الناس، الجمعيات، المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين والمجلس الجماعي والوزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي والرياضي بالنسبة لهذا التضامن ديالهم لنا في هذه الرياضة اللي هي بطولة وطنية. والحمد لله راه الامور حاليا غاديه بخير وعلى خير، وكنتمنى القادم يكون ان شاء الله احسن من هادشي هذه كبدايه، ونتمنى الله سبحانه وتعالى ييسر للجميع. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، معكم الوصيف محمد رئيس عصبه جهه العيون الساقيه الحمراء لتنين السلام الدفاعيه ورئيس جمعيه تنين صحراء لرياضه تنين السلام الدفاعيه. اليوم احنا جد سعداء بالحضور ديالنا في هذه البطوله، بطوله نهائيه ديال بطوله المغرب. كما شاركوا الابطال ديالنا من المدينه، منهم الوصيف امين ورضا رشدي الباز عبد الله وعصام حنيديره، توجوا تبارك الله بميداليات تحدي الرياضه الفنون الدفاعيه وكاتب عام لعصبه سوس مساء لرياضه تنين السلام. اليوم كنتواجدوا في قاعة مغطاة المسيرة أولاد تيماء لاحتضان بطولة وطنية في رياضة تنين السلام، في رياضة تنين السلام لمباراة الاحتراف ومباراة الهواة والأركان. فتبارك الله دازت البطولة في أجواء جد رائعة، وهنيئا للأبطال اللي شاركوا في البطولة والبطلات، وكنتمنى إن شاء الله التوفيق للجامعة الملكية لرياضة تنين السلام، وكل التوفيق إن شاء الله للأطر الوطنية في هذه الرياضة، وإن شاء الله نزيدوا بهذه الرياضة القدام. وتحياتي للجميع والسلام عليكم. بالنسبة لهذه البطولة اللي دارت في التاريخ شاركنا بثلاثة العناصر،
يعني جوج ابطال دول الميداليه الذهبيه يعني ابطال المغرب وواحد البطل دار الرتبه الثانيه، والامور كانت منظمه مزيان. وتنشكروا الجميع اللي سهر على هذا النشاط واللي سهرنا على هذه البطوله، والابطال داروا المجهود ديالهم والامور كلها دازت مزيان. وتنتمنوا الامور اللي جايه مستقبلا، راه كاينه بطوله في اوروبا يعني في اسبانيا، وكاينه موراها البطوله الدوليه اللي غتكون في طاليان. والابطال دابا نستعدوا بهم ما في الكفايه باش يكونوا ان شاء الله في احسن الظروف ان شاء الله في البطوله الدوليه ان شاء الله اللي عندها في طاليان. وشكرا. الاسم ديالي نجوى القرواني من مدينه اسفي، ممثله جمعيه افاق الرياضيه باسفي. جيت اليوم النهائي بطوله المغرب للجامعه الملكيه المغربيه رياضه تنين السلام. فرحانه بزاف بالفوز والحصول على اللقب، حصل على الميداليه الذهبيه، ونتمنى ان شاء الله نحصل عليها في شي بطوله عالميه او دوليه. وشكرا للمنظمين واللجنه والمدرب ديالي اللي هو الاب ديالي، وانا فرحانه بزاف حيت شاركت في الندوه هذه. وكنشكر جميع اي واحد ساهم في هذه البطوله هذه في التنظيم ديالها، لا من الحكام ولا المدربين ولا كل شيء. نتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم، معكم طه الزبخ اللي تلقب هذا العام ببطوله المغرب، انا الاولاني المركز الاولاني. كنشكر الاستاذ ديالي اللي ما كانش حاضر معايا، شي ظروف عبد الله الزباني مقصى الكبير. كنشكر الكوتش ديالي خالد، وكنشكر بابا. هاد البطوله اللي تقامت في مدينه ولاد تيمه، والحمد لله جينا حنا الاولى. ان شاء الله في شهر 10 عندي بطوله في طاليان، بطوله دوليه ان شاء الله، كنتمنى نكونوا حاضرين تما. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد السر من مدينه سيدي سليمان. تلقبت هذا العام ببطوله المغرب، وتنشكر الاستاذ ديالي الاستاذ خالد الشاهل ووالدي اللي دعموني على هذا الشيء. السلام عليكم، سميتي امينه كريم، كنتمي لجمعيه نجوم جنوب. الاستاذ ديال اللي كيشرف عليها الاستاذ مولاي صالح لي بركي، الحمد لله فزت بالمرتبه الاولى في البطوله الوطنيه التي توجد بمدينه اولاد تيمه، والحمد لله. شكرا. ابدا يحيى، انا فرحان، انا من جمعيه عادي الابادان، انا حشيش، انا فرحان بالمرتبه الاولى، حيت ربحت في بطوله المغرب. السنة الرياضية 是是是
هات 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 حيد البروتاج مرة حيد البروتاج you
يوسف خراج.